السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو الماضي تكلمت عن الفيرتوال بوكس وحكيت عن الكيرنل هيدر والكيرنل نفسها وانه الفرق بينهم راح يسبب مشاكل خاصة للأشياء اللي خارجة عن الأوبن سورس أو الفري سوفت وير والأشياء اللي بهمها تتكلم مع البروسيسور بشكل كبير أو مع الكيرنل بشكل كبير، ومثل هالأشياء الفيرتواليزيشن والتعريفات الدرايفرز والموديولز الخاصة بالكيرنل. الآن احنا يعني هاي انا عملت لها كوبي بيست من gns3.com، يعني ما في اي شيء هون شفته اللي هي عملية انك كيف تعمل سيت اب لgns3 from source من السورس. السورس اللي هو يعني الكود نفسه كيف مكتوب، لانه احنا مثلا بعالم البرمجيات الاحتكارية فانتو ما بتقدروا تحصلوا على السورس، ما بتقدروا تعرفوا كيف البرنامج مكتوب، لكن بالفري سوفتوير وورد فري اند اوبن سورس سوفتوير فانت بتقدر تحصل على السورس كود للبرنامج، تعرف كيف هو مكتوب، تتعلم كيف هو مكتوب وتعمل برامج وتشارك الناس. يعني احنا شوي متأخرين بالتكنولوجيا، يعني احنا مش متطورين كثير مجال التكنولوجيا لانه مساهمتنا احنا بمجال التكنولوجيا ضعيفة، لانه يعني تطور الامة مجال التكنولوجيا بيحدده مش عدد الاجهزة اللي احنا بنستخدمها او الايبادات او مثلا التابلتس او الخلويات، الاجهزة الخلوية بيحددوا قديش احنا مساهمتنا بهذا المجال، كم جهاز احنا صنعنا، كم شيء تكرنا، كم برنامج طبقنا. يعني احنا حاليا كل برامج اللي بيطبقوها هم الشركات وبتبيعها بيع، فيعني احنا شوي متأخر، مش شوي، تطورنا ضعيف جدا، لكن ان شاء الله تتحسن الامور بالمستقبل ان شاء الله. طيب انا رحت على موقع gns3، لو تروح على موقع gns3 عذرا لو رحنا على موقع gns3 gns3.com حكيت له بدي السورس، راح يحكي لك انه السورس على الجيت هاب، فهي مثلا داونلود، طبعا بطلب منك اشياء هون لكن مش مشكلة، هون انت بدك تدخل طبعا المعلومات الخاصة فيك، لكن اللي احنا بدنا اياه مش هون، اللي احنا بدنا اياه هون لينوكس انستوليشن Linux installation from source 1.4.4 أو 0.3 بجوز، مش موجود 0.4.3 أتوقع بس موجود، مش مشكلة هناخد 3 Linux installation from source. طيب هاي اللي أنا صراحة عملت لها copy paste، هاي شايفين installation from source by Jason نيمن. طيب انا ما عملتش اشي غير انه بس عملت كوبي لكل هاي الاشياء، سي ميك يو اي دي ديف كذا، كله عملت له كوبي بيست وعملت بالاخير انستول هذول الباكيجز. هون بس هي الهنت او النقطة اللي انا بدي احكي عنها، انت راح تواجه مشاكل فيها، فانا اللي عملته هون اني جمعتهم هذول وعملت كوماند منهم، لكن ما عملتها للاشياء الثقيله يعني مثل الفيرتشوال بوكس والاشياء هاي. ف طبعا انا عملت صحيح فيديوهين امبارح
لكن كانت المشكلة انه كرت الصوت بنحجز للفيرتوال مشين، فصار الصوت يقطع وصارت في مشاكل صوت متداخل وامور مثل هيك. لكن اكتشفت انه هون هو الموضوع. طبعا انا كنت بستخدم هاي الايمج او الفيرتوال مشين. الساوند كارد لازم عملت له هيك بس علشان ما تصير عندي هاي المشاكل، لكن ما في مشكلة يعني نسوي فيديو من اول وجديد. فطبعا لو عملت له كوبي بيست راح يصير معك راح يطلع معك هذا الخطأ. طبعا ليش هذا الخطأ؟ بسبب الانكودينج تبع الاحرف. فبس انت احذف الشحطة، رد ضيفها على الكيبورد، باخذها بنفس الستاندرد تبعهم. ف يعني مش مشكلة عظيمة. لا نت اي فيسز و دبليو اس. لو حاليا هكيت لو بحكي لك كلياتهم نيوز فيرجن، ما في عندك ولا اي شيء بده ابجريد ولا اي شيء بده انستول وما في اي شيء بدك تعمله. طيب كيف بدي انزل الان السورس كود تبع جينس 3؟ بدك تروح على الجيت هاب github.com gns3gui/re. gns3gui releases. شوف صديقنا جوجل ريليسز. طيب لازم جي ان اس 3 الفرع منه جي ان اس 3 قوي جرافيكال يوزر انترفيس من الجرافيكال يوزر انترفيس. بعدين انت بتضغط بتنزل السورس كود تبعها تبع جي ان اس 3. طبعا منزله موجود عندي فما في داعي نزله مرة ثانية. هيو جينس 3 طبعا 4 3. طبعا لو انا هون جربت انزل جينس 3 القوي بس الاصدار السابق يعني مش 1.44 1.43 1.43، واجيت على دوكيومنتس هون عملت له بيست. فهون لو عملت له الاس فانتوا بتشوفوا اثران. طبعا مرشح وفلوز فعشان هيك صوتي مختلف شوي. جو هون اربد جو ربيع والناس اغلبها مريضة لانه يعني درجات حرارة مرتفعة بالنهار ومنخفضة بالليل جدا، فالكل يعني بيشتكي من هذا الموضوع. الان اللي انت راح تعمله راح تعمل انزب لجينس 3. فبتلاحظ انه صار عندك مجموعة من الامور. طبعا ما في عندك راح تمشي بنفس الخطوات، ما راح يتغير عليك شيء. يعني انت راح تشوف انه ما بدك تعمل كومبايل، عملية كومبايل والكومبايل سهل جدا. هاي داينامبس بس هي اللي بدها هاي العمليات. بدك تعمل تمشي بالخطوات زي ما هي هون. الشيء اللي انا بس بدي انبه له او بدي احكيكم عنه، وهي كمان نفس الخطوات ما في اي شيء. طبعا هون راح يكون عندك ايش 0.4.4.4 ف يعني حسب ايش اللي انت موجود معه يعني، بس اشياء بسيطه جدا. هون الان انا اللي راح اعمله راح اعمل كوبي وراح اجي هون بحكي لي انه غير موجود. طبعا انا ضايف هون ليش بحكي لي هو مش موجود؟ لانه فعليا هي لازم لو حكيت له
slash search libssl 1.1. طيب انتم شايفين هنا انه مش نفس النسخة الموجودة. طبعا بدي اعملها كوبي وبدي احكي له apt slash get install already new version. ما طلب مني احط اللي هي الاركيتكتشر تبعته. احنا بنعرف انه في تو اركيتكتشر i386 وفي عندك اللي هي ال AMD او بلغه التقنيه اللي هي 32 بت بروسيسور وفي عندنا 64 بت بروسيسور ف i386 فهو نفس الشيء. بحكي لي انه SSL يعني هو بس بحكي لي ليش. طبعا انا طلع لي هاي المسج لانه لو حكيت له dbkg list help foreign architecture هيك شيء print foreign architecture type foreign archie ما في عندي foreign architecture print archie. ممتاز انا حذفتهم يعني علشان هاي الشغلة. فانا اللي لازم اعمله dbkg add architecture i386 بعدين بدي احكي له apt dash get انا يعني نسيت احكي عمل هذا الاشي علشان هذولا هم اللي بي يعني الباكج غريبة عن الاركيتكتشر لانه الاركيتكتشر تبعي حكيت AMD او اللي هي 64 بت. فانا اللي راح اعمل ابديت فراح ياخذ ابديت للباكجز. الان راح ياخذ ابديت للاي 386 بينما انت لو عملت ابديت قبل ما تضيف الاركيتكتشر اللي هو اي 386 راح يعمل ابديت بس لل 64 بت باكجز. لأنه جهازي قديم شوي فبده شوية وقت. نأخذ على الجيمز. طيب بعدين بدك تحكي له انستول لا i386 لا راح يقبل yes. طبعا انا ليش حذفتهم علشان اعمل ابجريد لانه في حال عملت ابجريد وكان عندك الاركيتكتشر i386 ممكن تسبب مشاكل بعملية الابجريد او بالديستريبيوشن ابجريد. فانت اول شيء بتحذفهم. راح اورجيك حاليا كيف راح تقوم بالعمليه. طبعا يفضل يكون عندك سينابتيك باكج مانجر لانه سينابتيك باكج مانجر بتقدر عن طريقه تحدد الاركيتكتشر اللي هو i386 وتحذف كل الباكجات ل i386 وفي هاي الحاله طبعا حاليا مشت الامور هون. طيب انا عامل كل الخطوات بضل عندي اعمل هاي الخطوه الان المفروض لو اجي هون احكي له gns3 يشتغل لانه باقي ما تبقى من الامور هي عملية بس انه مثلا اعمل كلون اعمل كذا
اعمل كوبي بيست، ما في اي شيء. بس انت لما تيجي بدك تعمل ابجريد بدك تعمل اول شيء، طبعا لو عملت له حاليا دي بي كي جي وحكيت له ريموف اركيتكتشر اي 386 ما راح يقبل. ليش؟ لانه بحكي لك انه في عندي currently in use by the database، فما راح يحذفها. فانت يفضل لو حكيت له سينابتك فالسينابتك الحلو فيه انه اول شيء فريندلي، يعني ما بتتغلب فيه، ما بده اي شيء. فبتختار الاركيتكتشر، او خليه هو راح يفتح لك هون، بتختار الاركيتكتشر، بتختار اي 386، بتختار انستولد مرتين، بعدين بتضغط شيفت، بتختارهم كلياتهم مارك فور ريموفال. لما تختار مارك فور ريموفال بضل عندك ابلاي، بحكي لك ايش اللي راح تو بي ريموفد. كل شيء اي 386 راح ينحذف، unchanged ايش اللي unchanged، ما في عندك اي شيء، لكن انت بتحذفهم. بعد ما تحذفهم تيجي هون وبتعمل ريموف، بصير بحذف لك اياها. بعدين بتعمل ابديت او مباشرة بتعمل ديستريبيوشن ابجريد او ابجريد فقط. بعدين انت هون بتكون خلصت كل هاي الاشياء. طبعا نزلت كيمو فيرتوال بوكس واير شارك الامور هاي. بيبقى عندك اخر شيء انك تشغل جي ان اس 3، شغل الجي ان اس 3 مع بعض. طبعا هو بحكي لك ايش ال لوكال سيرفر ولا لوكال سيرفر انت بدك اياه الى اخره. طبعا بيحدد انك انت بتستخدم في ام وير، فيرتشوال بوكس، هاي الاشياء. بليز تشوز ذا سيرفر تايب باي جي ان اس 3 سيميوليتر سيميوليشن جي ان اس 3 في ام سترونجلي ريكومندد اون ويندوز اند ماك او اس. طبعا ما لها دخل، يعني عادي لو اشتغلت على لينوكس، لكن هم بيحكوا لك الافضل. باك طيب شوف، انا ما شفت ال هون بحكي لك انه فيرتشوال بوكس او فيرتشوال بوكس كالي الموجودات، بيطلع لك اياهم عشان اسهل لك للاختيار. بحكي لك ما في جي ان اس 3 في ام امبورتد، لكن خليني اعمل هاي الشغله او لا خلص ما في داعي. بس انتو يعني فهمتوا الفكره، مش وهيك انت بس هاي للتجربة، يعني انه الامور تمام. انا نزلت اللي هي اللي هو الفيرتشوال بي سي، هاي الخطوات تبعته، بتعمل انزب، بعدين بتعمل بتدخل على السورس، بعدين بتشغل. يعني انت ما في عندك اي شيء هون، باقي الاشياء مبينه، بتمشي فيها خطوه خطوه علشان تعمل انستول جي ان اس 3. فبقى عندي هون اطلع اثنين فيرتشوال بي سيز، نشبكهم هون، بعدين بدك تشغله. عندك تعمل كونسول. طبعا انتم شايفين هذا الكونسول مش جميل بالمرة. الحل انك بس تيجي هون تدخل بريفرنسز، تختار الكونسول اللي بدك اياه، يعني مش كونسول اند ابليكيشن، هاي اكسترم، هو اكسترمينال. ما بدنا اكسترمينال، خلينا ناخذ جنوم
وكذلك طبعا الثاني كمان تاخذ جنوم. اوكي ابلاي. اوكي حاليا خذ الكونسول تبعه شوفوا. فا اي بي مثلا 192.168.11.1 وناخذ الكونسول تبع الثاني. فانتو شايفين هون هذا واحد وهذا واحد. اي بي 92168. كل امورنا تمام 100%. هاي يعني كل شيء انت بتحتاجه عشان تشغل GNS3 from source. طبعا يفضل انك تسوي GNS3 from source، والسبب انه GNS3 كثير ثقيل على الجهاز، لانه بيعمل virtualization لاشياء ضخمة مثل الراوترات والسويتشات والامور هاي. فانت بحاجة انك يعني بحاجة لشيء يكون 100% متكافئ مع جهازك. ولما تعمل كومبايليشن لاي شيء من اي شيء من السورس، فبيكون عندك كفاءة مش 99%. وهيك يعني بيكون خلصنا كل شيء. في حالة بدك تعمل ابديت للجرافيكال يوزر انترفيس، فرضا انه طلعت عندك هون 5 يعني فيرجن جديدة اصدار جديد، فكل بدك تعمله pip 3 install GNS3. بالنسبة للجو السودو، احنا بنعرف انه الاوبنتو او في منت كمان تستخدم سودو. فانت بدك كل اللي راح تعمله انه apt get install sudo، بحكي لانه نيوز فيرجن. فكيف بدي اخلي مثلا انا هسا هون انا لو حكيت له هو ام اي انا اللاب. طيب لاب بحكي له يوزر مود اد او ابند للجروب سودو لاب، ضيف على هاي الجروب سودو لاب ماشي. لكن حاليا انا مش راح اقدر اعمل سودو مثلا سودو اب داش جيت مثلا ابديت. فلو حكيت له طبعا انت مش بالاسيودو ورس، طب شو بدي اعمل؟ ففي عندي حل، نفتح شيل جديدة بس اعمل لوج اوت اند شكرا لكم.